بسم الله الرحمن الرحيم. قُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ
وهزي
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم و
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إن تتلى عليهم آيات الرحمن
خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أشد على الرحمن علي
كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل
اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطر فطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِهِ
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.